لو أن الحرب لم تقع لكانت القمة الأوروبية الأوكرانية لتعقد في بروكسل، لكن الصراع على أشده، وتأكيد الدعم الراسخ لمن يواجه روسيا حمل قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى كييف قبل يوم من القمة التي تعقد الجمعة. إنها أول قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في منطقة حرب نشطة، حيث شدد على أنها لحظة حرجة للأمن الأوروبي تقتضي دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. نعلم أن مستقبل قاراتنا يكتب هنا، ونعمل أنكم لا تقاتلون فقط لأجلكم، فالحرية على المحك، وهذا قتال الديمقراطية ضد أنظمة استبدادية. الكلمات حماسية لكن التحركات مدروسة. القيادة الأوروبية ذهبت إلى كييف مع وفد كبير من 16 مفوضا أوروبيا. التزم الوفد بالتعليمات العامة للسفر إلى منطقة حرب والظهور بزي العمل العادي مع تجنب الألوان العسكرية، فلا حاجة للمبالغة ولا المزاودة في بلد منكوب، خصوصا أن التصعيد يتزايد، حيث أعلنت أوكرانيا أن روسيا تحشد 500,000 جندي وتعد لهجوم واسع، بينما أكدت موسكو أنها لن تسمح للغرب بأن يلحق بها هزيمة استراتيجية كما يخطط. من الواضح أنه كان خطأ كبيرا في الحسابات من قبل بوتين وفي أمر جوهري، فلقد راهن على أن الاتحاد الأوروبي سوف ينقسم، لكننا كنا متحدين في التحرك وفي الموقف الداعم لأوكرانيا وبكل الوسائل الممكنة. الحكومة الأوكرانية تأمل بالمزيد من الدعم السياسي عبر تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد أقصى ما يمكن، لكنها تلح على رفع مستوى الدعم العسكري أكثر بكثير مما أعلنه الاتحاد عن المصادقة على 500,000,000 يورو إضافية من المساعدات العسكرية. وسيم إبراهيم لتلفزيون دولة الكويت من أمام مقر المفوضية الأوروبية بروكسل.